السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. أهلا وسهلا بكم في قناة مانسترز بيبليت. اليوم حيكون عندنا نزال بين المنجل الساحر ضد براثن النصر. فهدول أم البلاب شباب. براثن النصر قبل انزل انزال شباب وصلونا 10,000 باسرع وقت ممكن. احنا الحين 9,700. اللي تبوا تشوفوا فتح علبة عبد الرحمن سوي ايه خلاص ها عشان نتحمس كذا ننزل. لا توريهم خلاص بس يمكن خلاص وريهم. اللي تبوا تشوفوا فتح علبة الوميض المظلم اصلي من تكاتومي وصلوا القناة الى 10,000 مشترك وراح تشوف فتح علبة الوميض المظلم يوم الجمعة. ما باقي لنا شباب غير كم 300 مشترك حتى 250 مو 300. فان شاء الله بعد هذا المقطع وبعد مقطعين كمان يعني لين الجمعة نكون وصلنا عشان نفتح لكم علبة الوميض المظلم. وفي كمان مع الوميض المظلم بلبلين يعني عندكم 3 علب فتح فوصلونا فتح ممكن. فقبل عند الشباب اشتركوا في القناة وفعل جرس الانبهار والله تزور اللايك عشان تدعمونا. فيلا نبدأ في نزال. طبعا انا حكون العب بيدين اتوقع فعبد الرحمن حلعب ببوات وحلعب بمجا الساحر. طبعا كالعادة البلبل الدفاعي هو اللي راح نمي اول. فيلا طبعا في النصر المنجا الساحر منجا الساحر طبعا نزال بثلاث حلبات مختلفة. أوه! للمنجا الساحر لا صوت المنجا الجولة الثانية براثن النصر انتقم ضد المنجا الساحر. هيا براثن النصر انتقم. براثن ما يسوي البيرس بس خلينا نشوف بس غالبا يسوي البيرس بس هو دائما ما يسوي البيرس. اوكي طبعا حكون نزلت 3 حلبات مختلفة. 3 حلبات جميلة جدا شباب تابعوا النقطة الأخيرة. 2-1 للمنجا الساحر. الجولة الثالثة براثن النصر ضد المنجا. في بيرس ولا تعادل؟ ايه فا 2-0 2-2 تصير النتيجة تعادل. فالجولة الرابعة براثن النصر ضد المنجا الساحر. النقاط من 5 نقاط فبعد ما نوصل 5 نقاط راح نغير الحلبة. الجولة الخامسة براثن النصر منجا الساحر. واو 4-3 بس لو نقدر نوريكم سلو موشن كان عبيناك ان شاء الله. هجيكم دحين سلو موشن. شوفوا شباب كنت بوريكم حاجة. شوفوا المنجا الساحر قبل شوي سبناه شوف ايش سوى. وقف يلا نبدا في الجولة اللي بعدها اللي هي السادسة. السادسة صح؟ الجولة السادسة براثن النصر منجا الساحر. وات 5-3 في الحلبة هذه حلبة اصلية من بيبة البيرس فاز المنجا الساحر فواحد صفر المنجا. حلبة جي نظرة حلبات عندي شباب. الحلبة هذه راح يصير في لخبطة شوية فانتوا تحملونها. فيلا نبدا الين ما نرمي البلابل كلها بعدين نسيب في هذه الحلبة حتكون لا تلف لك على الارض. في هذه الحلبة حتكون النقاط من 3 وفي الحلبة الأخيرة حتكون النقاط من 2. براثن النصر توقع حيفوز المنجا. المنجا الساحر اوه حيفوز البراثن اكيد. نقطة البراثن النصر 1-0. فالجولة الثانية براثن النصر المنجا الساحر. اوكي 1-1 طيب الجولة الثالثة صح؟
خلينا من المنجل. منجل براك النصر اكيد حلو. كم بعت؟ 2-1 لبراك النصر. الجولة الأخيرة تقريبا أنا أقول براك النصر حيفوز. فالجولة الأخيرة يمكن هاي براك النصر تعادل فبغت مصر انتصر في كيس سيرة الحلبة الزلوجية انتصر براك النصر. كل الحلبات اللي حتشوفوها أصلية من تكار تومي. احنا عندنا حلبة كمان يعني بس ما حبينا نعرضها بس الحلبة هذا أصلية من هاسفر طبعا بس تكار تومي جابتها. فكل الحلبات شفتوها أصلية من تكار تومي. في حلبة كمان واحدة بس ما احنا قادرين نجيبها لأن صراحة صعب شوي شباب نجيبها. ايه بس اطلق يلا براك النصر براك حلبة ماتش وور فاير من الساعة بس زي ما قلت لكم هذه من نقطتين انا اي بس خلاص اخلص النزال. كيف هذا نقطة لبراءة النصر فنروح لهذه الجولة اللي هي الجولة الثانية في حلبة المترو فاير. شباب نغير الخطة نخليها من 3 نقاط وبنجيب لكم حلبة رابعة بس 2-1 كويس نقدر نخليها من 3 نقاط والله بس شباب حلو. طبعا اذا ملاحظين في لا صح كنت بقول في كل حلبات بس البراثن بس لا ما تبصل لان التيت عنده ضعيف يا شباب لانه لو خلي التيت عنده قوية بتصير اقوى بولبي في الجزء الثاني. ثم عشان اخلي الشهاب اقوى بولبي فعشان كذا ضعف التيت حقه. فالفائز ببغت مصر وكي يصير نتيجة 2-2 الجولة الحاسمة الفاصلة والنهائية بغت مصر ضد الجزء. واو والله صقعة قوية. ها في بس منجل حلبات حلبة المعط دي فعشكيل شوية يعني مو كويسة. النقطة الثالثة مباراة النصر فكذا الفائز في الحلبة الثانية الحلبة الثالثة مباراة النصر فكذا يصير نتيجة 2-1. نجيب الحلبة الأخيرة الرابعة تقريبا إذا فاز المنجا بنجيب لكم حلبة بعدها بس إذا ما فاز ما أدري إيش أسوي. ها كيف؟ كيف؟ هيا خليها جنب البراكن. جنب براكن؟ أيوه بعد حنقلبها في الفريزر. لا هم بعدين جولة يلا بس ليش جنب براكن؟ براكن مصر بس مين جنب ساعة؟ براكن مصر ما يسويها بس حنخليها في جهة المنجل. اوكي 1-0 المنجل اللي بعد مش فايت هذه الحلبة الحين ما بيتزا الحلبة هذه بدي الطريقة شوفوا ترمي البلبل يخش في الدائرة في النص يخليه شوية بس المنجل يسوي الحركة هذه كذا ما ادري كيف بعدين يصقع دور الثاني وخارج وهذه فكرة الحلبة اللي ما يعرف حلبة العقاب. يلا إذا تبغون نجرب فيها شجاع منتقد إذا تبغون نجرب فيها الشجاع المنتقد ضد وحش الظلام حطوا على المقطع هذا أو جيبوا المقطع هذا 500 لايك جيبوا على المقطع هذا وصلوا 1-1 النقطة الأخيرة والجولة الأخيرة. إذا فاز المنجل في حلقة خامسة اللي تمر عليه إذا فاز المنجل بنرجع الحلبة الجديدة بالذات أو نجيب لكم حلبة ثانية. فنقطة لبراءة النصر وكذا الفائز معانا هو براءة النصر بنتيجة 3-1 في مجموعة حلبات بس اللي كان أفضل اللي كان يبسط واللي حطه هو المنجل الساحر بس يعني
هذا حال البلاب اللي جمع نقاط كتاب هو الفائز. فبس هذا كان عندنا لا تنسوا لايك ترايب شير واكتبوا شو رايكم في نزال اليوم ولا تنسوا توصلون 10,000 مشترك علشان عشان نفتح لكم بلبل الوميضة مظلم. وصلنا الختام سلام.